فضيلة الشيخ، أنا أعمل موظف مع الدولة في سلك التعليم، وأقوم بصلاة الظهر والعصر مع المغرب، لأن الدراسة لا تتوقف في أوقات الصلاة، فهل الصلاة جائزة؟ لا، ما هي بجائزة. ما يجوز جمع الظهر والعصر مع المغرب، لا، ما هو بجائز. ثلاث صلوات جميع ما هو بجائز. يجوز الجمع بين الظهر والعصر، جمع تقديم أو جمع تأخير في حالة العذر، إذا لم تستطع كل صلاة في وقتها يجوز الجمع بين الظهر والعصر، جمع تقديم أو جمع تأخير. أما المغرب فلا تجمع مع الظهر ولا مع العصر، تجمع مع العشاء، لا بس تجمع مع العشاء، جمع تقديم أو جمع تأخير. نعم.